تدشن العلامات التجارية إيكيا اليوم الأربعاء ثاني نقطة بيع لها بالمغرب، اختارت أن تكون بالمركز التجاري الكبير موغوكومال في الدار البيضاء. وتأتي فكرة افتتاح المتجر في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة لتكمل العرض الموجود للعلامة السويدية بعد نجاح تجربتها الأولى في زناتا. ويان فرج وعمر الوردي يقربانكم أكثر من أبرز المنتوجات والعروض المقدمة من طرف الشركة في هذه الزيارة الصحفية المنظمة أمس. على امتداد مساحة 1000 متر مربع افتتحت العلامة التجارية السويدية إيكيا ثاني متجر لها بالمغرب بعد نجاح تجربتها الأولى في منطقة زناتا. هذه المرة اختارت المركز التجاري الكبير موروكومول لتقريب منتوجاتها من سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة. جينا الموروكومول حيت عارفين بزاف ديال الناس عزيزة لهم يجوا لكازا، عزيزة لهم يجوا الموروكومول وأكبر مول اللي كاين في المغرب. حنا فرحانين خدينا هاد الأوبورتينيتي باش نخدموا معهم، باش غادي تكون عندنا واحد كولابوراسيون ديال الكليان اللي تيجي لماروكومول واللي تعرف ايكيا ديجا باش يلقى داكشي اللي تيلقى في ايكيا زناتا يلقاها حتى هنايا في كازا شوب في ماروكومول. إيكيا موروكومول تقترح تشكيلة متنوعة من الأفكار الملهمة للصالونات وغرف النوم للراغبين في تأثيث منازلهم، تصور خاص أطلعنا عليه المدير العام للشركة في زيارة صحفية تم وضعه بعد دراسة معمقة لحاجية المغاربة، أظهرت أن غرف النوم والجلوس أهم مساحتين في المنزل مع الاحتفاظ بالجودة ذاتها والأسعار نفسها الموجودة بمتجر زناتا. عندنا 1000 متر كاري في موروكومول، ولا تيم ديال هاد 1000 متر كاري هي صالو وشامبرا كوشي. وعلاش؟ حيت عارفين يمكن بزاف ديال البزوان ديال الناس محتاجين الاتا ديالهم في الصالون وفي شامبرا كوشي، ونيت خدينا حنا ليكسبيريونس ديجا اللي كنا ديجا عندنا في زناتا. يعني لو بري هو الميم بري، ما غاديش نديرو شي فرق ما بين كازا شوب ولا ايكيا زناتا، وحنا دائما خدامين على البري ديالنا، تنخدموا على الفوليوم. حلينا دابا المكازا الثاني ومن هنا القدام عاوتاني نلقاو شي جديد. حنا غادي نتحلوا المكازا وتتعاوننا باش ناخذوا لي فوليوم باش نقدروا نهبطوا الثمن ديالنا في المغرب كامل ان شاء الله. باعتماده على فريق مكون من 50 خبيرا في مجال التأثيث والديكور، سيعمل المتجر الجديد على التكفل بكافة طلبات الزبائن طيلة زيارتهم وإطلاعهم على الحلول المناسبة لمنازلهم. كما افتتحت العلامة التجارية بجانب متجرها أول مقهى إيكيا بالمغرب لتوفير كافة لوازم الراحة للزبون.